من اكتر الحاجات اللي شغله تفكير الناس الايام دي سواء على السوشيال ميديا او حتى في الحياه بشكل عام هي طبعا امتحانات الثانويه العامه، واكيد كل الطلاب والاهالي مش بيفكروا غير في شيء واحد بس، هو ماذا بعد الثانويه العامه؟ يا ترى هندخل كليه ايه؟ ويا ترى في منح دراسيه ولا لا؟ ولو في منح ايه هي شروطها وبتكون ايه؟ ولان الموضوع ده فعلا شغل تفكير ناس كتيره جدا، هنتكلم النهارده عن المنح المقدمه من برنامج المنح الجامعيه وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه المعروف طبعا بيو اس ايد. وده البرنامج اللي بيقدم فرص للحصول على منح دراسيه جامعيه ل 250 طالب في العام الدراسي 23/24، بتتنفذ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وده طبعا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن المنح الدراسية والشروط هيكون معنا دلوقتي على زوم دكتورة أمال موافي، مدير برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. إزاي حضرتك يا فندم؟ إزاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك والسادة طيبة، المشاهدين طيبين. مرسي جدا على وجودك معنا النهاردة. في البداية حابين نعرف إيه هي شروط المنح دي يا دكتور؟ تمام. الشروط بتاعة المنح ان يكون الطالب او طالبة مصري او مصرية الجنسية، ان هو يكون ملتحق بمدارس ستيم او المدارس الحكومية او مدارس تجريبية خلال ال3 سنين الثانوي، انه يكون حاصل على نتيجة ثانوية عامة فوق ال85%، وبالمناسبة يعني بنتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح، يا رب آمين. وان هو يكون عنده او عندها أنشطة مجتمعية أو ما يفيد بأن الشخص ده عنده مبادرات قيادية في المجتمع بتاعه. طب هل الرياضة فيها حاجة برضو ولا بس أنشطة اجتماعية؟ التفوق الرياضي الرياضي يعني طبعا اكيد بينظر له ايضا طبعا، بس في الاساس ان هو يكون عنده أنشطة بتخدم المجتمع او البيئة اللي هو فيها. طيب ايه هي التخصصات اللي هيكون فيها المنح ولا مفيش تخصصات معينة؟ هو احنا بالاساس بنحاول ان احنا تكون التخصصات دي بتدعم رؤية مصر 2030، فالتخصصات بالعام كلها بتخدم مجالات مهمة وقطاعات حيوية للدولة المصرية، فمنها قطاع تغير المناخ، قطاع المياه والطاقة والزراعة، فضلا عن التمريض وقطاعات اخرى، ولكن دي القطاعات الاساسية اللي احنا بنركز عليها. وبينفذ معانا المشروع عدد من الجامعات الحكومية والغير الحكومية، بنوفر للطلبة المنح فيهم. يمكن بعض الناس يجي يسأل طب والجامعات الحكومية ايه الفكرة ان انتوا بتقدموا منح فيها؟ احنا بنقدم المنح دي في برامج الكريدت اور او برامج ذات المصروفات المقدمة باللغة الانجليزية، فمن هنا بنتكفل بجميع مصاريف الدراسة في الجامعات الشريكة. وبالإضافة إلى ذلك، لما الطلبة طبعا بيكونوا طلاب غير قادرين بيبقوا جايين من محافظات مصر كلها، فبيبقى في نسبة اغتراب، فبنقدم كمان فكرة السكن الجامعي، وبيبقى في مصروف شهري، وبيبقى في لابتوب، وبيبقى في كمان غير كده تأمين صحي شامل للطالب. ده هي يا دكتور. طيب انا دلوقتي لو عندي شروط المنح اللي حضرتك ذكرتيهم قبل كده، ايه هي الخطوات اللي انا المفروض اعملها عشان اقدم؟ تمام. أهم حاجة إن الطالب أو طالبة يروح على صفحة نيوتن للخدمات التعليمية أو موقع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويروح لاستمارة التقديم، ويروح للأسئلة الأكثر شيوعا. كل الأسئلة اللي ممكن تكون بتدور في خلده يعني هيلاقيها متجاب عنها في الأسئلة الأكثر شيوعا. المهم إن هو يقعد يعمل الاستمارة بتاعته في أقرب وقت ممكن، لأن آخر موعد للتقديم هو يوم 2 يوليو القادم. فهو الطالب بس محتاج ان هو يبص على الأسئلة الأكثر شيوعا ويجهز الأوراق المطلوبة للاستمارة، ويقعد يعملها. يفضل طبعا ان هي تبقى من خلال جهاز لابتوب، أفضل من ان هي تتعمل من على موبايل. هي بتحتاج تقريبا يعني قرابة الساعة عشان يقدر يعملها كلها. يعني هي دكتور التقديم بيكون ان هو بيروح حتة وبيقدم الورق ولا بيبقى لا، اونلاين؟ بيقدم على الاستمارة. الاستمارة دي اونلاين حضرتك على موقع الجامعة الأمريكية أو على صفحة نيوتن للخدمات التعليمية،
فهو بس محتاج ان هو يبقى عنده انترنت كويس، ويبقى عنده يعني فرصة ان هو يملأ الاستمارة من على لابتوب افضل كتير من ان هو يملاها من على موبايل. طب والطالب بيختار بعد كده يا دكتور الجامعة أو المجال اللي هو حابب يدرسه؟ هو لما بيبتدي يملأ الاستمارة بيبقى فيه له 3 اختيارات، ان هو يحط الجامعة والمجال اللي هو عايز يدرس فيه. طبعا احنا قدر المستطاع بنحاول نلبي الرغبات الثلاثة للطالب او حاجة قريبة منها، لان طبعا احنا مربوطين برضو بنتائج التنسيق في طبعا. العام الدراسي ده. طب والمنحة يا دكتور مدتها قد ايه؟ المنحة بتغطي كل فترة الدراسة حضرتك من ساعة ما الطالب بيخش الجامعة لغاية لما بيخلص جامعة، إذا دخل مثلا كليات من اللي هي ال4 سنوات فبنغطيها لمدة ال4 سنوات. في طبعا بعض الطلبة بيخشوا كليات زي الهندسة أو التمريض أو غيرها اللي هي بتحتاج 5 سنوات، بنغطي ال5 سنوات كاملة. وبرضو حابة أضيف إن إحنا عندنا يعني برامج أخرى غير البرامج الدراسية، ولكن في مجموعة من الخدمات اللي بتقدم للطالب علشان تساعده إن هو يلاقي فرصة عمل أول ما يتخرج. فممكن في عجالة أقولهم لحضرتك إن إحنا طبعا بنقدم أول حاجة تدريبات على اللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية دي مش بس مهمة علشان الدراسة، ولكن هي يعني مفتاح للحياة عشان طبعا يعرف يلاقي شغل في المستقبل. فطبعا بنقدم خلال فترة الدراسة اللغة الإنجليزية. طب تاني حاجة اه بنقدم غير اللغة الإنجليزية حضرتك، بنقدم مهارات للقيادة، لأن إحنا زي ما قلنا إحنا بنحاول ناخد طالب إن هو نواة إن هو يكون عنده مبادرات قيادية، وإحنا بنبدي على النواة دي من خلال تدريبات متخصصة. فضلا عن ذلك كمان بنعمل ما يسمى بالإرشاد والتوجيه المهني، بنعلم الطالب إزاي يبحث، أولا يكتشف ذاته، وبعدين إزاي يبحث عن وظيفة، إزاي يقعد في انترفيو، إزاي يكتب سيرة ذاتية عشان يوصل لمرحلة المقابلة الشخصية، وإزاي يبحث عن عمل. كمان بنديله فرصة للتدريب الصيفي حضرتك. التدريب الصيفي ده بيبقى في شركة أو جهة ما، بحيث إن هو يبقى عنده خبرة حتى قبل ما يطلع من الدراسة. وطبعا أي انتقال لأي مرحلة بيبقى محتاج دعم، فإحنا بنقدم خدمات دعم نفسي برضو للطلبة، بحيث إن هي تساعدهم من الانتقال من مرحلة الثانوي إلى مرحلة الجامعة، ومن الانتقال في مثلا في العيش في منزل الأهل إلى العيش في السكن الجامعي. غير كده كمان 65% من الطلبة بيبقى عندهم فرصة إن هم يحضروا سمستر أو ترم في الولايات المتحدة الأمريكية، فده بيبقى يعني فرصة للتعرف على الثقافات وعلى الآخر، وعلى إن هو يبقى يعني تقول عليه يعني مواطن دولي مش مواطن محلي بس. ايوه بالظبط. والله يا دكتور انا عايزه اقول لك وحضرتك بتتكلمي انا حاسه ان هي مش منحه تعليميه فقط يعني، وكم الحاجات اللي بتتعمل انا حاسه ده منحه للحياه مش بس. بالظبط كده، بالظبط كده، لان احنا الهدف بتاعنا في الاخر مش بس ان احنا نطلع الخريجين، ولكن احنا يعني عايزين نطلع قاده للمستقبل قادرين على ان هم يحلوا مشاكل مصر، قادرين ان هم يبتدوا الاعمال بتاعتهم، قادرين ان هم يديروا التغيير اللي الولد عايزاه. فده مهم جدا بالنسبه لنا يعني. طب دكتور ممكن تقولي لي ايه هي الجامعات الشريكة اللي هيدخل المقدم على المنحة يعني فيها؟ قوي قوي. طبعا الجامعة الأمريكية منفذ وشريك، وعندنا جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة أسوان، مدينة زويل، جامعة بدر، جامعة الجلالة، وجامعة العالمين. دول الجامعات اللي شريكة معانا للدفعة دي. طب دكتور وحضرتك بتتكلمي قلتي لي ان المنحه بتكون ل4 سنين مظبوط؟ بالظبط، طيب بالظبط. في حاله لا قدر الله ان مثلا الطالب ده حصل له اي ظروف ومثلا سقط في اول سنه، هل انتوا بتكملوا ال4 سنين ولا لا؟ طيب، هو احنا طبعا بالاساس بنحاول ان احنا ناخد طالب متفوق، فزي ما كنت بقول طبعا لك يكون جايب مجموعه فوق ال 85%، دي اول حاجه. تاني حاجه بنقدم مجموعه من الخدمات زي ما كنت قلت لحضرتك، دعم وارشاد نفسي واكاديمي، بحيث ان الطالب ما يبقاش فيه فرصه ان هو
يعني ما يحققش النجاح اللي هو متوقعه لنفسه واللي احنا متوقعينه منه. بالظبط ففي وسائل للدعم على طول متوفرة ومع الجامعات الشريكة، بحيث ان لو الطالب او الطالبة عندهم اي صعوبة في خلال العام الاكاديمي بنعمل مع بعض ان احنا نذلل الصعوبات دي، بحيث ان احنا ما نوصلش للمرحلة اللي حضرتك بتحكي عليها، طبعا لان مش ده المتوقع. واحنا يعني بنحاول نقدم كل الخدمات بان احنا ننجح سويا، ان الطالب يعدي المرحلة الاكاديمية بتاعته بنجاح باهر يعني، وان هو كمان تبقى برضو يعني فترة، يعني مش بس ان هي اكاديميا زاخمة وان في الانشطة دي، بس تبقى فترة كمان سعيدة في حياته. طب دكتور، هل هيبقى فيه فرص لطلاب المحافظات وذوي الإعاقة؟ زي ما كنت بقول لحضرتك، احنا بنستهدف الطلاب من جميع محافظات الجمهورية، من 27 محافظة، وان طبعا يكونوا الاكثر احتياجا، ان الطالب ده ما كانش يبقى عنده فرصة ان هو يلتحق بالبرامج دي الا من خلال المنحة. وطبعا بنستهدف الاناث والذكور بالتساوي، فيبقى في مساواة في النوع الاجتماعي. وبالنسبة للطلاب كمان بنستهدف حوالي من 10 ل 15% يكونوا من الطلاب ذوي الإعاقة. اوكي طيب، احنا طبعا كلنا نتمنى النجاح يا رب لكل طلاب الثانويه العامه، وربنا معاكم. دكتوره امال موافي، مدير برنامج رواد وعلماء مصر المقدم من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. أنا اللي بشكر حضرتك على اللقاء ده، وكل سنة وحضرتك وحضرتك والسادة طيبه. المشاهدين طيبين، وكان الله في عون الطلبة والأهالي في الثانوية العامة، بس مرحلة وبتعدي. صح، ميرسي يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيبه. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب.